ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ قبل بس ما ابدا الفيديو هقول لكم ان في فيديو في اخر الفيديو ده، حاولوا تشوفوه برضو لان هو بيوريكم الكلام اللي انا هقوله ده. انا هتكلم بس معاكم سريعا كده عن مخدر الاستروكس، لان الموضوع ده انتشر جدا في الاوقات الاخيره كده، بقينا نشوف فيديوهات كتيره قوي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كده. ايه هو مخدر الاستروكس وبيتعمل ازاي وبيموت ازاي وبيعمل ايه في الانسان؟ هقول لكم برضه. هو مخدر الاستروكس هو مش ماده صناعيه او مش مخدر صناعي حد بيصنعه، زي مثلا الحشيش والبانجو والمرجوانا والكلام اللي احنا نسمع عنه كتير ده. الاستروكس ده عبارة عن أعشاب طبيعية وغالبا هي البردقوش، بيخلطوها بمادة كيميائية بتستخلص المخدر ده من البردقوش، وغالبا البردقوش أو المادة اللي موجودة في البردقوش ده هو عبارة عن مادة الأتروبين أو مادة اسمها الهيوسين والهيوسيامين، هي دي المادة. وطبعا كلنا تقريبا عارفين مادة الأتروبين يعني، فعشان كده بتلاقي إن المتعاطي المخدر ده بيظهر عليه أعراض عينه بتوسع او اتساع حدقة العين واحمرار في الوش وهلوسة سمعية وهلوسة بصرية. حتى انت تلاقي حتى معظم الناس اللي بتتصور زي ما انت هتشوفه في الفيديو يعني، هو ولا سامع ولا شايف حاجة وقاعد يعمل حركات، هو عنده هلوسة من الاخر يعني. طيب، هو نسبة التعاطي هنا في مصر 40% من اجمالي عدد المتعاطيين في مصر، يعني اجمالي عدد المدمنين اصلا اللي هم 100 مثلا في مصر، احنا عندنا 40% منهم او اكتر دلوقتي 40% منهم بيتعاطى الاستروكس. وطبعا لان انا كنت سمعت كده ان هو مش مندرج تحت المواد المخدرة او مفيش قانون يمنعه دلوقتي، بس ما اعرفش ايه الوضع دلوقتي. ده انا الكلام ده حسب الكلام اللي قريته يعني. فطبعا بيأثر على الجهاز العصبي وبيحتل الاكشن بتاعه او بيأثر عليه كليا يعني، هو في الاخر بيؤدي الى الوفاة يعني. ربنا يعافينا ويعافيكم. فنحاول يا جماعة ما باش حد عنده النية ان هو يجرب اي حاجة، او نبعد تماما عن اي مادة مخدرة مهما يكن جديدة قديمة والكلام ده كله. طبعا هتشوفوا الفيديو الراجل فيه مش واعي بالدنيا خالص، الناس بترش عليه مية، هو مش حاسس بالدنيا خالص. فربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. لو حابين بس تسمعوا عن احدث المواضيع او احدث الكلام او الفيديوهات، اعملوا لايك للفيديو واعملوا له شير، وحاولوا تشتركوا في القناة على اليوتيوب عشان تشوفوا كل الفيديوهات على طول يعني. شباب المية، شايفوه المية، حاسب هو دلوقتي.